بيبدأ الفيلم مع مادلينا البنت اللي بتعاني من ان كل اللي حواليها بيتريقوا عليها عشان تخنها شويه، وحتى ما بتفضل اختها عليها ودايما بتقول لها سيبك من الكيك وكل حاجه تخسسك يا منيله، وكمان في الشغل بتاعها محدش عامل لها قيمه وبيعاملها كويس غير دوناتيلو. مادلينا بتشتغل كاتبه في دار نشر وبتعمل كتب مكان الناس اللي معاهم فلوس وعايزين يبقوا مؤلفين بالواسطه، ولان دوناتيلو كان الوحيد اللي بيعاملها كويس في الشغل مادلينا وقعت في حبه، لكن دوناتيلو الراجل الدني المتجوز كان عايز منها حاجه تانية خالص هي عمرها ما عملتها. فلما لقى قال لها انا عمري ما شفت واحده زي كده، فقالت له زي يعني دوناتيلو؟ الاخير قال لها واحده مهتمه بانها تنجح في شغلها وشاطره لكن ما بتفكرش في دوجوز بوجوز خالص. مادلينا عرفت من كلامه انها ما بتعرفش تعمل الحاجه اللي كل الرجاله بيحبوها وبالتالي مش هتنجح في اي علاقه، وده بدليل ان لما الموضوع باظ دوناتيلو قال لها استاذنك بقى عشان عايز انام وبقفلي الباب وراكي وانت ماشيه. راجت للشقه قالت لزميلها في السكن الليله كلها باظت ودوناتيلو ما كانش شايف اني مثيره، ده حتى اقترح عليا اشوف حاجات مش تمام عشان اتعلم من الموضوع. زميلها كان مركز في الموبايل مش معاها خالص، فاكلت من الكيكه اللي هو عاملها لقت طعمها حلو فاخدتها ومشيت. فصاحبها لا ما تاكليهاش كلها لوحدك دي محطوط فيها مرجوانه، فضلت تحش في كيكه المرجوانه وتسرش على ازاي تكون ست مثيره وتعجب اي راجل يتعامل معها، لحد ما مفعول المرجوانه بدا يشتغل وتخيلت ان كريستينا مدربه المهارات النسائيه بتكلمها من الله فاغمى عليها. تاني يوم في الشغل كانت بتحاول تقول لمديرتها ان عندها فكره كتاب حلوه هتعجب الستات كلهم، لكن مديرتها قالت لها لو عايزه تبقي زي كده وليكي قيمه لازم تطوري من نفسك، وبعدين انت بتعملي هنا اصلا؟ روحي حطي القهوه في اوضه الاجتماع قبل ما العميله بتاعتنا تيجي. وهم قاعدين في اوضه الاجتماعات دخلت عليهم لارا الانفلونسر المعروفه ومعاها مديره اعمالها. سالوا لارا الكتاب اللي عايزه تالفه هيتكلم عن ايه؟ فقالت لهم قصه حياتي وكل اللي مرت بيه من عقبات، ضوافر اللي اتكسرت والنت لما كان بيقطع عليا في نص اللايفات والحاجات دي كلها. وعلى الرغم من سطحيتها والعبط بتاعها الا انهم مش عايزين يخسروا شخصية مهمة زيها عشان الدار بتاعته ما تتشير اكتر. المديرة قالت لها احنا عندنا احسن جوست رايتر ممكن تكتب مكانك الكتاب واسمك انت اللي اتحط عليه، وهنقدر نضمن لك ان الكتاب بتاعك يوصل لاكبر عدد من الناس ويحقق مبيعات ما كنتيش تحلمي بيها، بس هنحتاج ان مادلينا تقضي معاكي يوم تعرف منك كل التفاصيل عشان تعرف تكتب اللي انت عايزه بالظبط. دوناتيلو دعم مادلينا وقال للانفلونسر انت تتعاملي مع احلى واشطر مؤلفة ممكن تشوفيها في حياتك. خرجت من الاجتماع اتصلت بصاحبها قالت له دوناتيلو وقف في صفي وانا عايزه اديله فرصه تاني، ده بيدعمني وقف في ظهري من اول يوم جيت فيه للشركه. فصاحبها لا طيب ما تدلع عليه شويه، وللاسف عزيزه التنين وهي عنده في المكتب ورقه مهمه وقعت منها تحت المكتب فنزلت عشان تجيبها، وهنا حصلت معاها حاجه غريبه جدا وهي انها بدات تشوف عفريت كريستينا بيطلع لها في الحقيقه وهي تتكلم معاه وتقول لها انت حقيقه ولا خيال. دوناتيلو قال لها انت بتكلمي مين؟ فقالت له لا انا بفكر بصوت عالي بس مش أكتر. كريستينا قالت لها انت محتاجاني وانا هطالك في كل الاماكن لحد ما تثقي في نفسك وتكوني في المكان اللي تستحقيه. من التوتر طلعت جري على الحمام وهنا لقت العفريته كريستينا برضو وراها، قالت لها ده اكيد تاثير كيكه المرجوانه وانا بهلوس. فكريستينا قالت لها احنا لازم نتكلم ونشوف حل مشكلتك. مادلينا بدات تتوتر وتقول لها انت اكيد مجرد خيال وانا مش شايفه حاجه دلوقتي. كريستينا قالت لها تعالي معايا وراحت واخدها من دخله الحمام لعالم غريب ما فيهوش اي معلم للحياه. لما مادلينا سالتها ايه المكان ده؟ كريستينا قالت لها ده احترامك لذاتك اللي تراكن من قله الاستخدام. فجاه افتكرت ان اختها عامله الكشف عن الجنين اللي تولده بعد ايام بسيطه، وبينما هي قاعده في امان الله امها قالت لها خدي اناناس هيساعدك تنزلي كرشك اللي دلدل، شايفه اختك شاطره ازاي وبتعرف تعمل كل حاجه. فمادلينا قالت لها انا حافظه اللي انت هتقوليه يا ماما. الاخيره قالت لها شفتي خطيبه الاكس بتاعك يا هبله يا هطله يلي خسرتي شاب زي القمر البنات كلها بتجري وراه؟ مادلينا قالت لها خطيبه مين يا ماما؟ ده عيل منتن مش بتاع علاقات جاده. ومالت لها خسي انت بس ونزلي دهونك دي خلي شكلك كويس يمكن يسيبها ويرجع لك تاني. فمادلينا قالت لها مين اللي قال لك اني عايزاه يرجع لي اصلا يا ماما؟ في الوقت ده جه حته شوجر جده قال لامها ما تيجي توريني الحمام فين، وامها كان واضح جدا ان عينيها منه. اختها قبل ما يقطعوا الكيك ويعلنوا عن جنس المولود المنتظر قالت لهم انا حابه ابارك واهني الاكس بتاع اختي على الخطوبه وعبالها هي كمان ما تتلحلح كده وتتخطب. قطعوا الكيك واعلنوا ان جنس المولود هيكون ولد وهم فرحانين قوي. بعد كده كانت واقفه لوحدها زهقانه فجالي وقال لها ما تيجي نشم هوا برا، ولع سيجاره ومس عليها فقالت له لا انا ما بعفرش يا رجوله بس كلت كيكه مرجوانه قبل كده، انا عامله زي البطه السوداء في العيله اللي مش شبابهم خالص. فلاحظ كده بقى خد اشربي روقي اعصابك، عرف على نفسه بانه صاحب جوز اختها من سنين. فقالت له غريبه ما عرفنيش عليك، ده دلل بيا على كل اصحابه عشان يجوزوني. قال لها ما هو انا سنجل من فتره كبيره قوي فغالبا كده فقدوا الامل في اني انفع لي علاقه.
فدينا قالت له انت كمان طلعت بطه سودا زي يا ليو، كويس ان ابن اختي هيكون ولد، لو كانت بنت كنت هزعل عليها قوي، امي وامها كانوا هيخنقوها في الحياه كلها وكل شويه خلوها تاكل اكله معينه عشان ما تتخنش، عشان اخيرا ترتبط وتتجوز بعد ألف ديت مع ناس معفنه معرفتهم تجيب ورا. ليو قال لها ابي تعالي الكازينو الفورتيكانا، انا بعمل حفلات ستاند اب كوميدي هناك كل خميس. وهي مروحه من حفله اختها تخيلت ان لارا من لوحه الاعلانات بتقول لها انت نفسك في ايه؟ فقالت لها نفسي اكون مثيره جدا. فكريستينا قالت لها وانت ايه اللي مخليكي شايفه نفسك مش حلوه؟ قالت لها انا ما عجبتش اكتر واحد بيعاملني كويس في الشغل. كريستينا اتحولت لواقع افتراضي وقالت لها كل الستات اللي انت شايفاهم دول مختلفين عن بعض، لكن الشيء ثابت ان كلهم حلوين ومعروف فيهم عشان كل ست فيها حاجه بتحليها يا مادلينا. الموضوع راجع لثقتك انت في نفسك مش لراي الشخص اللي بيشوفك على فكره. تاني يوم قالت لصاحبها يروح معاها تشتري فستان جديد، واختارت فستان طلعها حته مارون جلاسي والحشو شوكولاته. كريستينا العفريته قالت لها ايوه كده وريهم الجمال والدليل المستخبي يا قطه، الفستان هاكل منك حته. انت لازم تحبي نفسك يا مادلينا قبل ما تكوني مستنيه حد تاني يحببك فيها. طلعت بالفستان لقت كل الرجال اللي في المكان بيبصوا عليها، وصاحبها قال لها جامد بس ايه المناسبه اللي هتلبسي فيها؟ فمادلينا قالت له عشان اخرج معاك انت واصحابك ونقضي وقت زي الفل مع بعض. لما راحت مع المكان صحابه قالت له انا فاكره انكم بتسهروا في نايت بقى وراسه كده. فصاحبها قال لا احنا بنسهر هنا مع بعض نقضيها بستة الاصبح عادي. عرف صحابه عليها فقالوا له انت كنت مخبي القمر دي فين يا ولد؟ عرضوا عليها تقعد تلعب معاهم. فكريستينا قالت لها لا طبعا مش هنقعد هنا، انت هتروحي لحفله ليو وتوريه جمالك بالفستان. وبالفعل مادلينا اعتذرت منهم ومشيت. راحت لكازينو الفورتيكانا وشافت ليو وهو على المسرح بيقدم العرض بتاعه، بيتكلم في العرض ده عن حفلات كشف جنس الجنين، وقال للحضور انه هيقتبس كلام واحده حلوه شافها في الحفله وهي مادلينا، وقد ايه البنات مظلومين في المجتمع بتاعهم لانهم بيتعرضوا لضغط كبير جدا طول الوقت عشان يكون شكلهم حلو. من المفروض اننا بدل ما نعمل كده نشجع البنات انها تتطور من نفسها، لكن في نفس الوقت نعلمهم كمان يحبوا نفسهم تحت اي وضع، ومستنوش قيمتهم من اي شخص تاني يقيمهم على مزاجه، وفي الاخر يكونوا ضحيه لخروجات مع رجاله هطله شبهي بتطلع تعمل استعراض كل خميس عشان يضحك الناس. لكن برضو انا احسن من اللي مسمين نفسهم انفلونسرز وطول النهار والليل فاتحين لايفات يشحتوا من الخليجه. بعد العرض بتاعه جه شاب بيشقط مادلينا وقال لها انت اول مره تيجي هنا مش كده؟ فقالت له ايوه. هلا عايز كده بقى تعالي نخرج بعيد عن هنا ونشرب انا وانت في مكان هادي. وهي بتطلب ازازه سبيروس باتس لي وقال للبار جيرل هاتي واحده تانيه وايديهم على حسابي. قالت له حسابك ده اللي ما سددتش منه حاجه بقالك شهور مش كده؟ فلي وقال لها وليه الفضايح دي قدام ضيوفي؟ بعد كده قال لمادلينا تخرج تستناه بره على ما يجيب حاجته ويقابلها عشان يخرجوا مع بعض. لما خرجت سمعت الشخص اللي كان بيحاول يشقطها بيقول لاصحابه انا جبت البنت التخينه اللي جوه دي سكه، وكان بيقول كمان انها لو كانت بنت كويسه ما كانتش هتيجي بالفستان ده لمكان زي ده. ليو جه وانقذها من الموقف واخدها ومشى لبعيد عن حفنه الاغبياء والحمقى دول. ليو قال لها انت كان لازم تكوني كاتبه لان كلامك يوم حفله اختك مترتب قوي. مادلينا قالت له انا اوريدي بشتغل جوست رايتر وبكتب كتب لناس تانية بتسرق مجهودي. قال لها ما عملتيش اي كتاب ليك انت؟ فقالت له نفسي بس الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها دي، لازم يكون عندك ناس بتتابعك وانت حد معروف عشان كتابك يتباع ولا تعبك كله هيروح في الهواء. قال لها طيب ما تيجي وخليكي تطلعي على المسرح وتعملي جمهور يا ستي. قالت له لا طبعا انا مكاني ورا شاشه الكمبيوتر. ليو سالها هو ايه نوعك المفضل في الرجاله؟ فقالت له في شخصيه قديمه كده كنت بحب شخصيته قوي، لو تعرفه كان اسمه الحكيم قدر الحمش. فليو ضحك على اختيارها وقال لها ايه النقله الغريبه دي يا بنتي؟ قالت له ايش فهمك انت، ده كفايه بس انه قدر وحمش يا ابني، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا البنات. ليو قال لها طريقتك حلوه والله وهتنفعك جدا على المسرح، بس طالما انت مش عاوزه انا هسرق منك الافكار، يمكن يختاروني واعمل عرض على التلفزيون وابويا يبطل يستعر مني. قالت له انتوا بتتخانقوا كتير؟ فقال لها اوحش من كده بكتير، ابويا مش شايفني حاجه اصلا، هو سبب اني بدات في العروض دي لانه حاطني في مدرسه العيال كانوا بيتنمروا عليا فيها، وفي يوم بعد ما ضربت خدت المايك وقعدت اقول كلام عبيط فالناس كلهم ضحكوا وبدات مسيره الستاند اب كوميدي. دوناتيلو بعت لها رساله تعالي بكره عشان نتكلم عن الكتاب بتاع لارا. فاستاذنت ليو تروح عشان شغلها صبح بدري. تاني يوم في الشغل دوناتيلو قال لها غسالتك بايظه ولا ايه؟ فقالت له ليه؟ قال لها اول مره اشوفك لابسه جيبه قصيره. فقالت له ما انا خلاص بقى بغير في الستايل بتاعي. دوناتيلو قال لها جود فور يو، انا حددت لك ميعاد النهارده تروحي تقعدي مع لارا بيتها تفهمي منها عايزه تكتب عن ايه بالظبط، ولو احتجتي اي حاجه انا موجوده. فالمديره المتسلطه جت وقالت لها بلاش مرقعه، عايزين نخلص من الكتاب ده في اسرع وقت. راحت لبيت لارا قالت لها انا لازم اجهزك كويس للمعرض اللي قبل الكتاب عشان تعرفي تردي على اي اسئله ممكن الصحفيين يقولوها. لارا قالت لها تفتكري اني هقدر اتكلم كويس؟ انا بهلفط في الكلام وسط الناس. فمادلينا قالت لها انا معاكي وهساعدك ما تقلقيش من اي حاجه. وعرفت من لارا انها عانت في حياتها لان ابوها وامها كانوا منفصلين
منفصلين واللي ربتها جدتها اللي بتعاني من مرض ملوش علاج. وهي نازلة في الأسانسير كريستينا قالت لها أوفر أوي حوار الأسانسير في البيت ده. مدينة قالت لها حقها تعمل اللي هي عايزاه، مشهورة وغنية وعندها كل حاجة. فكريستينا قالت لها كل ده ما يمنعش إنها عايشة فأفص يا حبيبتي. أخدتها العالم خيالي عشان تشرح لها وجهة نظرها وقالت لها إن كل ست بتتبنى طريقة تفكيرها، بتكون زي العرايس العلبة محطوطة في كرتونة لحد ما يجي راجل يختارها ويخرجها من العلبة. وخلت هي نفسها تحط نفسها جوه كرتونة تستنى دوناتيلو يختارها هي من بين بقية الستات التانية، عشان توصل لها مبدأ إن الست لازم تحب وتختار نفسها قبل ما تسمح لأي راجل يهز ثقتها في نفسها. خلت مادلينا تعمل لها بروفايل على مواقع التعارف وتبدأ تختار رجالة تخرج معاهم في ديت عشان تطور من ثقتها في نفسها. وفي يوم من الأيام راحت لحفل مهمة تبع الشغل، فلقت كل النسوان اللي هناك حلوين فأحبطت من الوضع. كريستينا قالت لها انت لسه بتقارني نفسك ببقية الستات ليه؟ ما قلنا كل واحدة ليها حلاوتها الخاصة، ما تقارنيش نفسك بست تانية، انت هي انت يا بيبي، ما تضحكيش الرجال علينا. في الحفلة دي شافت كاتب وسيم ومشهور واقف مع لارا وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. لارا قالت لها دوناتيلو اداني ده المفروض اعمل بيه ايه؟ فمادلينا قالت لها ده عشان تصوري منه ستوريهات دعاية للكتاب قبل ما ينزل. لارا قالت لها لا انا مش فاضية خالص للموضوع ده ولازم اروح اعمل بادي كير ناو، انت شاطرة في الحاجات دي، لخص الحاجات اللي عايزاني اصورها وانا هبقى انزلها على طول. جت واحدة اسمها ماليكا اتعرفت على مادلينا وقالت لها انا عارفة ان انت اللي عامل الكتاب ده مش لارا، لو فكرت في يوم من الايام تعملي كتاب لنفسك الشركة بتاعتي موجودة وهوقع عقد معاكي. مادلينا قالت لها كتاب هيتحط عليه اسمي انا؟ فماليكا قالت لها طبعا امال اسمك انت لانك شاطرة وتستاهلي الشهرة. في الوقت ده راحت تعرض خدماتها على الكاتب الوسيم اللي ما كانش عارف يفتح باب اوضته، اخذت منه المفتاح وساعدته في فتح الباب، فقال لها كده انت ليكي جميلة عندي ارجعها لك ازاي؟ فكريستينا وسوست لها تديها في الدوجوس بوجوس معاه، ولكن مادلينا طلبت منه يحضر حفل الدعاية كتاب لارا عشان الدعاية وكده. في حفلة كتاب لارا اسمها ما كانش مكتوب اصلا في الناس المدعوة، فكانت هتتخانق مع الامن. دوناتيلو جه قال للامن انها معاها مدخلة للحفلة وهنا هتحصل المشكلة الكبرى. عزيز التنين وركز. لارا وقت الصورة الجماعية للصحافة طلبت ان مادلينا تكون معاهم في الصورة لانها اكتر حد تعرف الموضوع، ولكن المديرة المتسلطة الحمقاء الشمطاء قالت لها انت مش شايفة لبسها وشكلها عامل ازاي، دي ما ينفعش تكون في الصورة. فمادلينا سمعت كل اللي قالته عنها واستغربت من بجحتها، وهنا جابت اخيرا من الكلام الوحش اللي الناس بيقولوه عنها وعن شكلها طول الوقت. فقالت المديرة انا اللي مش عايزة اظهر في صورة واحدة مع ست منافقة وزبالة زيك يا هانم. دوناتيلو قال لها بلاش تصرفات سخيفة. فقالت له انتوا اللي تصرفاتكم سخيفة وانا ملت منها، انتوا مستعرين من شكلي وبتطنشوا كل افكاري طول السنين اللي فاتت عشان مظهري وحش، هو انا لازم اكون رشيقة وملامحي جميلة عشان انجح واسمي يتحط على الكتب اللي انا بتعب فيها وغيري بيتحط اسمه عليها؟ وهوب الله لاسكولوبا راحت فتح الشركة قدام الصحفيين واتكلمت عن انها مش لازم تهلك نفسها بطرق التخسيس عشان تعجب الناس، انا مليت من اللي بيحصل ده، اللي عايز يعمل كتاب يألفه بنفسه. فالمديرة قالت لها امشي من هنا انت مطرودة ولك. في حفلة تانية عملها امها الفاضية لاختها عشان البيبي، اخدت من الموبايل وقالت لها كفاية بقى عيش معنا شوية. وهم ماشيين لمكان الحفلة مادلينا تعبت من المشي وكانت عايزة ترتاح شوية، فامها قالت لها هو انت هتفضلي كده دايما؟ ما تتغيري بقى وتتعلمي ازاي تواجهي تعبك ومخاوفك. فمادلينا قالت لها وانت معلمتنيش ده من الاول يا ماما، بدل ما انت طول الوقت بتكسري مقاديفي وتقولي لي تخنتي وبقيتي زي الانبوبة وكلي ده وما تاكليش ده، انا كرهت شكلي يا ماما من ورا كلامك وانتقادك ليا طول الوقت، حرام عليكي. جوز اختها لما شافها عرفها على ليو، فقالوا له انهم قابلوا بعض في الحفله اللي فاتت. ولما كلهم دخلوا يصلوا مباركه للبيبي، ليو قال لها تعالي معايا مجهز لك مفاجاه تعجبك. سابوا الحفله وخلاها تغمض عينيها لحد ما ودها عند تمثال قدر الحمش الشخصيه الاسطوريه اللي بتحبها. وهم بيتفرجوا على الخرفان شافوا خروف او خروف لونهم اسود مختلف عن الباقي، فمادلينا قالت له بشكل عفوي حتى الاثنين السود دول ممكن يعملوا قطيع خاص بيهم، في اسقاط غير مقصود ان هما الاثنين منحوسين ولقينا على بعض، فقشطه ما نرتبط ونتزوج بقى عشان تغير الموضوع وما تحسش بالاحراج. قالت له انا متاكده انك هتوصل وابوك هيشوف فيديوهاتك ويكون فخور بيك. لما رجعوا اختها ادتها الموبايل بتاعتها وقالت لها كفايه مشاكل بقى مع امك وخلي بالك من ليو ده عشان مش مرتاحه له خالص. مادلينا لما فتحوا الموبايل بتاعها لقت متابعين كتير قوي اشتركوا في الاكونت بتاعها، وده بسبب ان فيديوهات الصحفيين بكلامها في الحفله انتشرت والكل بقى بيدور عليها. دوناتيلو بعت لها رساله طلب منها انها تروح للشغل بكره ضروري جدا. تاني يوم مادلينا قابلت لارا ومديره اعمالها وعرفت منهم انهم جابوا جوست رايتر جديده تعمل لها الكتاب. مادلينا قالت لها ما انا كنت عارفه انهم هيجيبوا واحده مكاني عادي. فلارا قالت لها سيبك منهم، انت خلاص بقيتي مشهوره وانا عايزه اعزمك على الحفله بتاعتي، وعلى فكره هيكون فيها الكاتب الوسيم وطلب مني رقمك وانا اديته له. لما راحت تقابل المديرة
ودوناتيلو. الاولى قالت لها كل الهدايا دي اتبعتت لك عشان الفيديوهات بتاعتك انتشرت بسرعه، خديها وما تنسيش تعملي منشن للشركه في كل بوست. انا كنت عارفه من الاول انك شاطره وهتوصلي، عشان كده كنت باجي عليكي عشان اطلع احسن ما فيك يا بنتي. عايزك بقى تشغلي دماغك وتعمل لنا كتاب زي الفل بيتكلم عن الثقه في النفس وتقبلها زي ما هي والكلام الحلو اللي انت قلتيه في الحفله ده. انت ترند دلوقتي والناس كلها بتدور عليكي، فما فيش فرصه احسن من كده يا مدموده. كريستينا قالت لها ما تصدقيش كلامها، دي حربايه وعايزه تستغل انك بقيتي معروفه لمصلحتها. لما رجعت البيت تبلغ صاحبها ان اخيرا هتعمل كتاب يتحط على اسمها، عرفت انه يمشي من البيت ويروح يعيش مع واحد صاحبه، وبدت مادلينا تنتشر في السوشيال ميديا وستوريهات واعلانات وحاجه زي الفل. راحت حفله لارا، فالكاتب اللي كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين قال لها انا بعت لك رسائل ليه ما ردتيش علي، انا كنت عايز اعزمك على خروجه نتعشى مع بعض. ولكن مادلينا كانت بتستغل الموقف وبتحاول تخلي دوناتيلو يغير عليها، وهي في الحفله ليه وبعت لها رساله ان العرض بتاعه بعد ساعه ولازم تكون موجوده. دوناتيلو قال لها هو انت بقيتي بتقعدي بس مع الكتاب الصغننين الوسيمين ولا ايه؟ فقالت له ما انا مش الطيب بتاعك. قال لها كنت يا بيبي دلوقتي بقيتي سوبر واو. قالت له طب ومراتك؟ قال لها اسكتي، مش مشيت من البيت خلاص. لما راحت معاه للبيت كريستينا قالت لها انت بتهببي ايه؟ مش ده خالص اللي عايزاكي تكوني معاه. اخدتها لعالم خيال نفس اللي شافت فيه ان احترامها لذاتها كان صحراء جرداء. مادلينا قالت لها اهو باع ربيع وكل حاجه كويسه. فقالت لها لا يا حبيبتي، بقى سجن متحوط بحواجز، احترامك لذاتك وشكلك لازم يكون نابع من جواكي، انت مش من راي اي شخص فيكي يا مادلينا، انت لازم تفهمي ده كويس. مادلينا قالت لها انا مش فاهمه انت متضايقه كده ليه. فكريستينا قالت لها لانك مش عايزه تفهمي حقيقه ان رضاكي عن نفسك لازم يكون منبعه الاساسي هو انت. مادلينا قالت لها انت خايفه بس اكون مرتاحه وما بقاش محتاجاكي تاني فتختفي للابد. كريستينا زعلت من كلامها فعلا واختفت من غير ما ترد عليها. بعد ما قضت وقت لطيف مع دوناتيلو لاحظت ان هدوم مراته موجوده في اوضه النوم. قالت له انت مش قلت ان مراتك مشيت من البيت؟ فلا راحت تغير جو يومين وجايه عادي يعني، ما تكبرش الموضوع. مادلينا زعلت على نفسها قوي وقالت له انت لازم تغير من نفسك وما تخونش مراتك يا دوناتيلو، انت احسن من كده بكتير يا دوناتيلو. وراحت مديها سكر في خده وسابته ومشت. اما راحت لكازينو الفورتيكانا كانت حفله لي خلصت، وزعلان منها انها طنشت الحاحه بحضورها. قالت له تيجي نشرب كاسين مع بعض؟ فقال لها لا يا مادلينا انا هروح انام عشان الوقت اتاخر. مرت الايام واختها اخيرا ولدت، فطلعت جري على المستشفى لقت ماما هناك بتعمل لبس لحفيدها، وقالت لها احنا الامهات كده مهما نقسى بنحب عيالنا. مادلينا قالت لها انا اسف على الكلام ابن اللذينه اللي قلته لك ده يا ماما، ما تزعليش مني بليز. ماما قالت لها انا لما كنت بنصحك كان قصدي ان عايزه اشوفك فرحانه ومبسوطه لا اكثر ولا اقل، انا ربيتك انت واختك لوحدي وشفت حاجات كتير وحشه، عشان كده كل همي بتلخص في اني مش عايزه واحده فيكم تعاني من اللي انا شفته، ويكون معاكم رجاله تشيل مسؤوليتكم فاكون مطمنه عليكي وعلى اختك. مادلينا قالت لها انا فاهمه كل كلامك يا ماما، بس انا السعاده بالنسبه لي مش شرط تكون السعاده من منظورك انت. ماما قالت لها ايا كان اللي تختاري تعمليه خليكي متاكده اني بحبك وفخوره بيكي جدا، واي شخص هتكوني في حياته هيكون محظوظ قوي ان في حياته ست زيك. دخلت على اختها اللي كانت مفجوعه وعايزه تاكل اي حاجه، قالت لمادلينا عيشي حياتك يا بنت انت لسه شابه. فمادلينا قالت لها ما انت كمان لسه شابه يا اختي. اختها قالت لها لا يا حبيبتي، بعد ما تخلفي طفل ما بتكونيش شابه خالص، فما بالك بها باللي خلفت اتنين. ومش فاهمه امك ليه اصرت انها تسميه جعفر على اسم جدها، انا مالي انا بجدها مش عارفه. استمرت مادلينا في تاليف كتابها، وبدل ما تعمل العقد مع شركه النشر اللي كانت بتشتغل فيها راحت اتعاقدت مع شركه مليكا. ولما الكاتب المشهور كلمها تخرج معاه للمره الثالثه قالت له انها مش عاوزه تخرج معاه. خلصت الكتاب بتاعها اخيرا وعملت مؤتمر صغير تتكلم فيه عن الموضوع. قالت للحضور قبل سنه من دلوقتي لو كان حد طلب مني اقدم نفس الجمهور ما كانش هيكون عندي اي حاجه تتقال غير ان اسمي مادلينا وعندي 30 سنه وما بحبش اي حاجه في نفسي، لكن النهارده كل حاجه اتغيرت وفهمت معنى احترام الذات الحقيقي. في الكتاب ده هتقابلوا شخصيات كتير ساعدوني اغير تفكيري واحب نفسي زي ما انا. بصت لي وقالت لهم منهم الطف راجل شفته في حياتي، الراجل اللي كان بيضحك على النكت البايخه بتاعتي وكان عنده ايمان بقدراتي اكبر من ايماني بنفسي، الراجل اللي غير حياتي وخلاني اعمل حاجات ما كنتش اتخيل اني ممكن اعملها في يوم من الايام، منها تاليف كتاب خاص بيا. وقالت له تعالى النهارده نخرج مع بعض ونفكر ازاي الخروفين السود هيعملوا القطيع الخاص بيهم يا ابو صوفه. وانت الفيلم انها خلاص نجحت وعملت لنفسها كارير، وكمان حتى العاطفيه استقرت مع ريو. ودوناتيلو قال على الدنيا السلام. رساله الفيلم واضحه وحقيقيه وصريحه، كل ست ليها جمالها الخاص عزيز التنين، واي شخص يشوف غير كده هو اللي محتاج يعيد نظر في افكاره. مفيش حاجه اسمها ست وحشه، ممكن تكون ست انت مش
مش متقبلها. لكن ست وحشة ما فيش يا حبيبي، كل التنينات حلوات، كل التنينات أمارات جميلات. والحد هنا يكون ملخص فيلم النهاردة انتهى. الفيلم ده من تلخيص وتأليف كرم خير الله، هتلاقوا لينك القناة بتاعته في التعليق المثبت، اشتركوا فيها ناو. كان معكم أخوكم محمد الشامي دوناتيلو من قناتكم بتتنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.